اتعودت ان انا دايما مع حضراتكم بتدور على كل ما هو جديد. احنا عندنا تحدي كبير جدا بيواجه العالم في انتاج الغذاء، ارتفاع اسعار الغذاء، التغيرات المناخيه، الزياده السكانيه، مع نقص في الموارد المائيه والارضيه. الحلول العلميه والابتكارات الجديده هي الامل، ولما تكون هذه الحلول بعيده جدا عن المصلحه والاهواء الشخصيه وحب الوطن، ده شيء مهم جدا لازم نبرزه ونوضحه للناس. النهارده انا بيشرفني وجودي مع عالم جليل بيتحدى كل العقبات اللي بتواجه القطاع الزراعي، بيوفر حلول كتيره جدا لمشاكل بتقابلنا كمزارعين لانتاج الغذاء، وهو العالم دكتور محمد الشاذلي. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك سمح بي. اهلا محمد الشاذلي. رحله نجاح طويله وكفاح عايز اتكلم عنها، متى بدات هذه الرحله وخطوات ناجحه وواثقه في حياه حضرتك؟ انا كنت من سعداء الحظ ان سنه 80 كانت بينشا مشروع الصلاحيه الزراعي، وانا كنت احد مؤسسي هذا المشروع. يعني المشروع الصلاحيه الزراعي الدوله احتضنتني في الوقت ده واعتبرت شاب في عمر صغير، كتبوا عني مدير تحت الـ30 بيتجوز في الصحراء بيقعد في الصحراء، فدي شجعتني ان انا اكون فكري كله خارج الصندوق. يعني سنة 2002، أنا هختصر حاجات كتير، سنة 2002 أدخلت صناعة الكمبوست مصر، وكنت سبب في حل مشكلة السحابة السوداء بإنشاء الأورين والخطارة و 80% من المصانع في مصر. تطور الأمر أن معظم الدول العربية أدخلت فيها هذه الصناعة، وكنت مستشار لمعظم الشركات العالمية. يعني تطور الأمر أن أنا اخترعت جهاز رياكتور حراري مسجل في مصر كفكرة في الشارع العقاري والمحاكم المصرية ووزارة الخارجية، وابتديت ان انا ابحث ان انا ازاي اعمل بدايل للاسمدة مكان الاسمدة الكيماوية واضرارها والمبيدات. اخترعت هذا الجهاز وابتدت دول كتير تطلبني ان انا اعمل هذا الجهاز، وبنتج منه 40 نوع من الاسمدة اورجانيك عضوي غير ضار بالصحة نهائي. اورجانيك عضوي غير ضار بالصحة نهائي، بس بتكلم على 40 منتج مش منتج واحد. ايوه فهمت. وهنا انا بعتمد على تكنولوجيا تصنيع. ايوه. من خامات طبيعيه. خامات طبيعيه. ازاي؟ قرب لي الفكره شويه. يعني مثلا اي بقوليات، وليكن فول الصويا، الفول، الترمس، انا بستخدمه ان انا اطلع 17 حمض اميني، كل حمض اميني له دور سواء في الاجهاد او النمو او تكوين الخلايا او التجذير او مكافحه الملوحه والحر او اي نوع من انواع الاجهادات. بطلع من الكومبوست مثلا فولفيك وهيومن وهيوميك، ما حدش بيطلع ثلاث مركبات دوباليه مصلحه للتربه تعالج ملوحه تمسك العناصر المترصبه. عمرنا ما بنضيف سمات في الارض وبيمتص بالكامل وبيترصب او بيتسرب تحت. أنا بعيد استخدام هذه الأسمدة. عملت مركب شامل، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعون أو نحن تزرعون. ربنا سبحانه، صدق الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى أقر على نفسه أنه هو الصانع، هو الزارع. فلما العلماء لما ابتدوا يحللوا الخلية ويشوفوا مكوناتها، لقوا 92% منها بيتكون من كربون و H2O اللي هو المية، هيدروجين وأكسجين، و 8% الأسمدة اللي احنا خربنا بها الكون. 8% لكن فرقوا معنا كتير جدا، بأن النهاردة بنتكلم على مشاكل في التربة، فقد خصوبة التربة، ارتفاع نسبة الملوحة، في الآخر كمان الغذاء. المستهلك العادي هو بيأكل يقول لك فين حاجة زمان، لا طعم ولا ريحة. النهاردة أنا عشان أرجع تاني برجع للتسميد العضوي، وهنا ده مسمى الناس بتختلف عليه. في ناس يقول لك مش هجيب مع نتيجه، ما هو مش مقتنع غير بشكاره السماد اللي بيشيلها على كتفه ويشقى عشان يوصل لها. ما ينفعش، لازم الجهات العلميه تناقش الحاجات دي. ما ينفعش ان انا اروح واحد مستوى فكره رجعي او بيبص تحت رجله او بيبص ورا وتناقش حاجه العالم كله بيمشي فيها. انا النهارده كل الدول انا 502 شركه عايزين يشتروا اختراعي في العالم كله، من امريكا لكندا لانجلترا، معظم الدول. استراليا بتديني فيزا تالنت فيزا اللي هي فيزا المخترعين،
من بكرة أخدها وأمشي. الفكرة إن أنا عملت حاجة تعالج كل ده بقى، مركب واحد فقط لا غير، قدرت إن أنا أشوف الجزء الناقص اللي محدش فكر فيه، اللي ربنا قال عليه الـ 92% دول اللي هو الكربون وهيدروجين وأكسجين، وقدرت إن أنا أدخله في المركب بتاعي مع جميع العناصر اللي هي إيه مطلوبة موجودة وبنسب صغيرة جدا، مع وضع مخلبات طبيعية. أنا بقول حط 2.5 رطل في الفدان، الاتنين رطل ونص دول وبرش رطل ونص وأخير أسيبك تعيش مع الزرع بتاعك بقى. الاتنين مخلبات طبيعية. يعني إيه مخلب؟ برضو عشان يبقى مخلب واضح. هناك حلقات كربوكسيلية زي دبال التربة والمادة العضوية اللي هي تعتبر الهيوميكول فولفيك والهيومن، دي حلقاتها كربوكسيلية سداسية، فعايز أعالج ملوحة أنا بحط عليها مثلا كالسيوم، فبتدخل الأرض بتمسك الصوديوم وتطلق الكالسيوم تحسن التربة. هي خالية تعمل تبادل أنيوني وكتيوني مع العناصر الموجودة المترصبة بقالها سنين، وتاخدها وتعيد تدويرها للنبات من تاني. يعني انا لما احط 2.5 رطل وتشوف منظر حضرتك، هتشوف الرز، هتشوف القطن، هتشوف الذره، هتشوف تطبيقات، هتشوف المانجا، هتشوف تطبيقات عمليه، وان شاء الله يبقى لك لقاء مع مزارعين حقيقيين وتشوف على الطبيعه. يعني ده خيال، ده خيال. هو العلم ما فيهوش مستحيل، وكلمه خيال اللي حضرتك بتقولها لمن يجهل العلم. يعني في البدايه لما جينا نتكلم على الكومبوست وتدوير المخلفات الزراعية، أنا برجعت بسنين طويلة كانت الناس مش مصدقة، يقول لك قش الرز ده احرقه كومبوست، أنا هعمل بيه إيه؟ ما أنا حليت، كان بالنسبة لهم خيال. فابتدى يعني نشوف الحلول العلمية، وحضرتك ليك باع طويل في التعامل مع تدوير المخلفات الحقلية أو النواتج السنوية. لا ده أنا استخرجت منها، أنا بدين بالفضل في الحاجات دي للأمير يزيد السديري، ده في السعودية راجل راعي للزراعة العضوية، عملت له مجمع صناعي عضوي عالمي بنتج فيه ما لا تتخيله. أنا استخدمت معادن صخور، معادن صخور أنت ما تحطها حتى مع السماد، يعني أمركب سماد عبارة عن حبيبات جرينيولز، الحبيبات دي عبارة عن كومبوست وعبارة عن صخور معدنية، مش اللي بنقول عليها هنا صخور معدنية فوسفات وكلام من ده، لأ، في الصخور البركانية اللي هي مجموع أكاسيد كلها لها تفاعل شردي، بتمتص ثاني أكسيد الكربون تدير النبات تعمل مادة عضوية، بتمتص النيتروجين، بتمتص الأمونيا، اللي بيستخدموها في مفاعل تشيرنوبل لما انفجر إنها امتصت الإشعاع. كل الكلام ده أنا دخلته في الزراعة، عملت حبيبات أنا زرعت عليها في منطقة أبحاث عالمية، ربطنها بالقمر الصناعي، ربطنها بكل الإمكانيات العلمية، جميع الجهات العلمية تتصل عليها تشوف التطور. شركة استرالية جت بتطبق الحاجة بتاعت دي مع حاجات عاملينها زي فحم البيوشار، دي حاجات جديدة في الزراعة.